النهاردة هنعمل مع بعض المش الصعيدي، هنعمله من غير ما يكون عندنا خميرة مش أو مش قديم قبل كده، هنعمله من الصفر. هنعمل إحنا الخميرة وهتبقى عندنا أحلى من أحلى مش دقته قبل كده. تعالوا نبدأ على طول في الخطوات ونشوف وصلنا إزاي للون المش الجميل اللي انتوا شايفينه ده. أول حاجة الجبنة القريش هي اللي هنستخدمها في عمل المش، بس قبل ما نعمل المش بتاعنا الأول عاوزين ننشف المية اللي بتكون في الجبنة، فهنجيب مطحنة الخلاط وهنحط فيها معلقتين كبار من الملح ومعلقتين كبار من الحلبة الحصى، وهنحط بعد كده معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقتين كبار من الشطة. هنطحن الكلام ده كله كويس جدا مع بعض في المطحنة بتاعت الخلاط زي ما قلنا، علشان ده اللي هنغلف بيها الجبنة واللي هيخلينا نتخلص من المية اللي فيها علشان الجبنة تنشف. الخطوة اللي بعد كده هنفضي الخليط اللي طحناه ده في طبق واسع علشان نقدر نغلف كل قطع الجبنة من كل اتجاه بالخليط ده، ودي المصفى اللي هنحط فيها الجبنة عشان تصفي ميتها وطبعا يكون تحتها طبق غويط. هناخد قطع قطع من الجبنة ونغلفها كويس قوي بالملح والشطة والتوابل اللي حطناها، لان زي ما قلنا الملح هو اللي هيطرد لنا اي مية زيادة في الجبنة من جوه. الكمية اللي احنا قلنا عليها من التوابل دي هتكفي تقريبا ان احنا نغلف كيلو من الجبنة القريش، والمهم ان احنا ناخد كل الجبنة حتى الفتافيت الصغيرة اللي هتتكسر مننا دي برضو لازم نغلفها وناخدها معانا، مش هتترمي خالص، هنستخدمها وهتبقى معانا، هي دي اللي هتقل لنا المية بتاعت المش بعد كده. وده بيكون شكل الجبنة بعد ما غلفناها كويس قوي بالملح والشطة والتوابل، وهنسيبها في التلاجة لمدة 24 ساعة. احنا دلوقتي بقى هنحضر خميرة المش. لو احنا ما عندناش خالص اي مش قديم قبل كده، هنجيب مطحنة الخلاط وهنحط فيها كميات متساوية من الملح والحلبة الناشفة والشطة. انا حطيت ربع كوباية، وطبعا المقادير بالتفصيل هنكتبها برضو في الديسكريبشن بوكس. بعد مرور 24 ساعة ده شكل الجبنة، خرجتها من التلاجة وهي ما نزلتش مية كتير، هي ما كانش جواها مية كتير. هنغسل الطبق وهننشفه كويس لو هنستخدمه يعني هو هو، وهنحط فيه لتر لبن، لبن عادي على طول من العلبة مش متسخن. وهندوب في لتر اللبن ده كل الملح والشطة والحلبة اللي احنا طحناهم مع بعض، اللي هي ربع كوباية من كل حاجة. طبعا انتوا لو عايزين تضعفوا المقادير هتضعفوها كلها، يعني هتضعفوا اللبن يبقى هنحط نص كوباية ملح مش ربع، وهنحط نص كوباية شطة وهكذا، وبرضو كمية الجبنة هتبقى الضعف. المكون الأساسي بقى اللي هنحط دلوقتي
هو المرته، هنحط نص كوبايه مرته، بس انا هحطهم ربع في ربع علشان اتاكد ان هي دابت كويس في اللبن. المرته دي بقى عباره عن ايه؟ كانوا امهاتنا زمان لما بيجيبوا الزبده الفلاحي ويسيحوها في البيت عشان يطلعوا منها السمنه البلدي، كان بيتبقى في الحله اللي بنسيح فيها في الاخر حاجه كده لونها بني اللي هي المرته. بس احنا طبعا بنات اليومين دول المرته دي بنشتريها جاهزه، موجوده في برطمانات او في علب في كل السوبر ماركتس. هي دي المكون الاساسي اللي هنستعمله النهارده. بعد ما اتأكدنا ان كل حاجة دابت كويس، هنجيب البرطمان نضيف ومعقم ونحط فيه الجبنة ونرصها جنب بعض على قد ما نقدر، ما يكونش فيه بينهم فراغات. ازاي هنعقم البرطمان؟ ممكن نحطه في المايكرويف لمدة 20 ثانية، هيتعقم ويبقى زي الفل. بعد ما هنرص الجبنة هنبتدي بقى نحط عليها شوية حاجات كده عشان تحافظ لنا عليها. اول حاجة هنحط فلفل حار متقطع جوه البرطمان بالطول زي ما احنا شايفين، فلفل اخضر او احمر، المهم يكون فلفل حراق. وكمان لو عندنا قشر يوستافندي او برتقال هنحطه هو كمان مع الجبنة، بيدي للمش بعد كده طعم جميل قوي. إضافة أخيرة هنحطها وهي حبوب من الترمس المر اللي هو مش مسلوق، يعني على الجبنة هنرميها كده وسط البرطمان بشكل عشوائي، هتحافظ لنا على الجبنة أثناء تخليلها من إنها تبوظ أو يجيلها أي حشرات. اللي في الطبق ده دلوقتي اللي احنا جهزناه هو ده خميرة المش اللي لما هنزودها على أي جبنة هتحولها لجبنة قديمة. فدلوقتي هنصبها ونغطي البرطمان للآخر خالص. بعد ما هنخلص الخطوة دي هيبقى فاضل لنا خطوة أخيرة قبل ما نقفل على البرطمان ونسيب الجبنة تتخلل مش أقل من 2 لـ3 شهور، ممكن 2 شهر. هنعمل إيه؟ هنجيب شاشة نظيفة ونحط فيها شوية من الترمس برضو الناشف المر اللي مش مسلوق، وهنحط فيها كمان شوية من الحلبة الحبوب من غير ما نطحنها، وهنعمل بالشاشة دي سرة صغيرة هنقفلها كويس قوي ونحطها على وش البرطمان. والخطوة الأخيرة دي بتعتبر برضو مادة حافظة للجبنة عشان تحافظ لنا عليها بعد كده أثناء تخليلها 2 لـ3 شهور اللي احنا هنقفل فيهم البرطمان. بعد مرور بقى الوقت ده هيبقى خلاص كده احنا عندنا خميرة المش اللي دايما بنسأل عليها، وهيبقى البرطمان بتاعنا ده هو الخميرة والأساس بتاعنا. لو الجبنة اللي فيه قلت، مجرد ما هنحتاج هنجيب جبنة ونزودها على نفس البرطمان. طب لو السائل قل، هنجيب ميكس التوابل ونخلطه باللبن ونزود برضو البرطمان، وفي الحالة دي ممكن نستغنى عن المرطة. وزي ما شفنا كده الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج مكونات كتير. يلا هاتوا كل الحاجات دي واعملوا برطمان زي اللي أنا عملته ده، وبعد 2 شهر نفتح كلنا البرطمانات بتاعتنا سوا ونشوف شكل الجبنة بقى عامل ازاي. جربوها وبالهنا والشفا مقدماً.